السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا هذا النهار غادي نخدم ندير واحد الفيديو سبيسيال، غادي نخدم واحد الفيديو خصوصا خاص لاصحاب الصحراء اللي عايشين في الصحراء، باغي يزرع النباتات ولكن عنده المشكل ديال الرمله. ولكن الرمله ماشي هي مشكل، خصنا حنا هيك كيفاش خصنا نخدموا هذه الرمله هذه ونزرعوا نردوا ديك الصحراء هذيك كلها نباتات. يعني انا كنتكلم معكم من هولندا. هولندا الاراضي المنخفضه، هولندا الاصل ديالها غير الرمله فقط، ولكن الانتاجيه يعني النباتيه يا سلام. غنوريكم هنا، غادي الكاميرا غادي توريكم واش غادي نقول. عندي هنا كما كتشوف هنا في الحديقه هنايا كاين يعني كي كنسميو حنا الغبار مع الرمله، يعني الغبار مع الرمله يعني الفضلات ديال الحيوانات، يعني ديال البهايم ولا ديال الابل ولا ديال يعني احنا كنسميوها يعني العنزي، يعني الفضلات ديال الحيوانات كنخلطوها مع الرمله كما كتشوفوا معنا هنا كلها رمله، يعني هولندا كلها رمله، ولكن كاين الانتاج 100%، واللي بغينا نزرعوه نزرعوه من الخضروات من الفواكه من الورود، نقدروا كل شيء نزرعوه. يعني الى جيتوا معايا هنايا غنوريكم، كاين هنا كتشوفوا معايا هنايا الرمله والغبار، ولكن كاين يعني كتشوفوا النباتات، كاين البعويد كي كتشوفوا التوت الازرق كي كتشوفوا معايا كل شيء هنا، جميع النباتات عندي هنا وفي هولندا كامله. التوت الازرق يعني غادي ندور من جهه اخرى غنوريكم، يعني كاين العنب المغربي هنا في هولندا يعني الداليا، كاين التفاح، كاين هنا كاين كنقولوا الخيار كما كتشوفوا معايا هنايا الخيار كي مزروع هنا، يعني غنوري لكم الخيار يعني هنا شوفوا ها هو الخيار يعني مزروع هنا كل شيء. وهذه الشجره هذه اللي كتشوفوها كبيره هذه البرقوق كما كتشوفوا معايا كلها نباتات كما كتشوفوا سبحان الله العظيم. يعني الرمله ماشي مشكل، المشكل وهو كيفاش خصنا نستخدموا هذه النباتات في الصحراء. هذه كي كتشوفوها بطاطا، بطاطا هذه جميع النباتات موجوده والورود ها هي هنا كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني كي كتشوفوا هنا غنوري لكم كل شيء، يعني كي كتشوفوا معايا هنا يعني سبحان الله الكريم. غنوري لكم هنايا يعني الثمرات كي كتشوفوا هنا، يعني اللي بغيناه موجود، الحاجة اللي خصنا وهو كيفاش غادي نغرسو هذه المواد هذه، غنوري لكم دابا ويجعل الله الخير. أراني يعني عندنا الرملة هنا، الرملة وعندنا الغبار يعني الفضلات ديال الحيوانات
ديال البهايم ديال العنزي ولا نقولوا مثلا حتى الإبل كما كتشوفوا هنايا. غادي نجيبوا الرملة، هي أصلا شركة هنا في هولندا كدير فيها الرملة في هذه الفضلات هذه، ولكن أنا غير غادي نوريكم الفضلات اللي هي في البلاد نتاعنا ما فيهاش الرملة. غنديروا الرملة كتشوفوا هنايا كاين الرملة، غنخلطوها. علاش هذا المغبر هذا فيه المادة العضوية 100%، و مي كنزرعو جميع النباتات مي كنزرعو كنعطيو الماء، هذا الغبار هذا كيشد لينا الرطوبة، وكيلقى النباتات كتلقى فين تطلق العروق ديالها، بدل مثلا من يكون تكون الرملة كنعطيو الماء خصنا شي 3 ولا 4 السوايع عاود نعطيو الماء، لان الرملة ما كتشدش الماء ما كتشدش الرطوبة، ولكن دابا غادي تشد لينا الرطوبة كما كتشوفوا معايا هنايا. هذه هي الطريقة، غادي هذه هاد النبتة هذه غادي نوضعها هنايا، يعني سهلة ديرو هكا نعبرو هذيك هي، غنجيبو يدينا هكا كما كتشوفوا، هذا راه المزاح الزعرور يعني نبتة الزعرور كما كتشوفوا معايا. عندي العشرات ديال الفيديوهات في القناة كلها نباتات والورود والأشجار، إلا بغيتوا تشاركوا في القناة تشاركوا في القناة وديروا الإعجاب وصيفتوا الأصدقاء والصديقات ديالكم، وغيكون الخير إن شاء الله، وغادي بنادم يستفد بكل المقاييس. هنا كيقولنا غادي نديرو نعمرو هنا، يعني كي كنقول لكم الاراضي المنخفضه هولندا الا الرمله فقط، هذا هو لا تكنيك كما كتشوفوا معايا. دابا نوضع الماء، نوضع الماء هكا كما كتشوفوا، هذه الرمله هذه نزيدوها هنا، لان راه كلها رمله هولندا كلها رمله، والحمد لله على كل شيء، يعني الرملة ماشي عائق خصنا كي نستعملوها، هذه الرملة هذه نستعملوها ولكن بطريقة، يعني كل نبتة مثلا نبتة مثلا شجرة كبيرة نديرو يعني كمية كبيرة ديال الغبار نخلطوها ونزرعو ديك الشجرة هذيك، منين نعطيو لها الماء دائما كتكون منفخة والرطوبة ديالها يا سلام. بهالطريقة هذه نردوا الصحراء كلها خضروات كلها نباتات، ونتمنى لكم الخير وجربوها وردوا عليا في القناة، ومع السلامة عليكم، تهلاو لي فراسكم.